السلام عليكم، عدنا تاني في الكورس Objectives. طب إيش أهداف المساق؟ Analyze the concept of smart system and the contents of smart city. يعني كيف هذا السمارت سيستم وجودها نحلله في المدن الذكية. The concept of intelligent system، الأنظمة الذكية. Distinguish the meaning of smart and the degree of smartness. يعني إيش ذكاء الذكي وقديش درجة الذكاء. الآن compare cities and system in terms of smartness. أنا لما أقول المدينة الفلانية أو النظام الفلاني أذكى من أي ناحية، إيش بنعني في هذا المجال في هذا الهاي. Design smart application، كيف أنا بدي أصمم application أو تطبيقات ذكية. الميجر كورس اوبجكتيف از تو ايدنتيفاي سمارت سيستم اند سيتي كاركترستيك يوز ا فاريتي اوف تكنيكس تو كومبير ذير بيرفورمانس اند فاينالي فولو اب سمارت تكنولوجي اند انوفيشنز. لو بنتكلم نطلع على المدن اللي حوالينا في العالم العربي على اقل قليل، حنلاحظ مدن كثيره رايحه في اتجاه المدن الذكيه. يعني مثلا في الامارات عندك دبي وابو ظبي بتتنافس في هذا المجال، الدوحة داخلة في هذا المجال. مش مقصورة هذا على الدول البترولية في العالم العربي، الدار البيضاء من المدن اللي على مستوى العالم متميزة في الأنظمة الذكية. نتكلم في تونس، صفاقس وسوسة برضو من الناس اللي داخلة على المدن الذكية. المدن الذكية مش مقصورة على الناس اللي عندها فلوس. رام الله شوية بدت فيها بعض الجزئيات من الكونسبت للمدن الذكية. غزة احنا في عندنا جزئيات يمكن مش واصلين فيها لها، بس في جزئيات معينة لها دخل بكمبوننتس للمدن الذكية. الفاندمنتال اوبجكتيفز اوف ذا كورس از ستادي سمارت سيستم اند انوفيشن اند بي ايبل تو سيت اب متريك تو كومبير ذير بيرفورمانس. يعني هنا بدك تعرف ايش بنعني بالانظمه الذكيه والمدن الذكيه، وكيف احنا نقارن بينهم باستخدام خلينا نقول ماتريكس اللي بنتكلم فيه قياسات معينه. الكورس جريدنج حيكون عندنا كالتالي الفصل هاد: 60% على النهائي و40% أعمال فصل. هذا مش احنا القرار، اللي قررته الشؤون الأكاديمية أو قيادة الجامعة. الآن على النصف 10%، وهذا يعني لما نوصل هنا بقولكم إيش هي. في عندي 10 كوزات حيكون عليها الكوزات 10%، الهومورك حيكون عليه 10%، هومورك تقريبا أسبوعي. وفي عندنا زي مشروع خفيف اللي هي بيعبر عن الفكرة تبعتنا في الأنظمة الذكية، بدنا نعمل نظام ذكي في هذا المجال. والفاينل عليه 60%. من 60% مقسمه 50% عن النهائي و10% أنا بحطها على التفاعل معي خلال الفصل. يعني أنت بدك تكون لك حضور وبتتفاعل معي في هذا المجال. الهومورك جزء رئيسي من هذا المساق، اللي هو بيقول لي هل أنت فاهم ولا عارف إيش اللي بنسميه ولا لا. فأنا بعطيك دائما جزئية هومورك، وهذا تقول لي جزئية. احنا في جزئيتين عندنا بنعملهم في هذا المساق. المدن الذكية والأنظمة الذكية هي ايش بتتكون من ايش؟ بتتكون من مجسات، عدد هائل من المجسات، بتتكون مع شبكة من شبكات لاسلكية وأنظمة تحكم فيها. الآن هذه المجسات بتعطيني كميات ديتا أو بيانات هائلة، بنسميها في فكرة حاجة بنسميها البيج ديتا. الآن هذه بدنا نحركها خلال الشبكة اللي عندي اللاسلكية. الآن بدخل عليها هاي، بعدها بدنا نستخدم هذه الديتا لشغلة معينة. الآن كيف نصل لهذه الديتا وكيف نحلل هذه الديتا، هذه مهمة جدا. الآن لغات البرمجة كثيرة اللي بتشتغل على هاي. أنسب لغة برمجة حالياً بتتعامل مع الديتا بسموها الـ R language. فإحنا حنبدأ فيكم بإيش يعني برمجة الـ R. فحنبدأ كيف بدي أعمل installation للـ R program، كيف أبرمج في الـ R، وكيف أتعامل مع الديتا في R، وكيف أعملها visualization، وكيف أعملها analysis. فكل هذا بنشتغل عليه. الكويز زي ما حكيت حيكون عندنا تقريبا
ححسب 10 هم حيكون عندنا 11 وفي واحد منه بتعمل له دروبينج او بنحسبش في هذا المجال اللي هو اقل واحد. هيك بناخذ بريك وبنرجع معكم ان شاء الله نكمل في الاوتكمز في هذا المجال.